السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدقته لما قلت البطولة هتنجح قبل ما تبدأ. البعثات والوفود والمنتخبات وصلت قبل البطولة كأس أفريقيا للمحلين بالجزائر قبل البطولة ما تبدأ بأربع خمس أيام. البعثات بتيجي، منتخب السنغال، منتخب السودان، ساحل العاج، صح؟ كوت ديفوار. أنا شفت الاستقبال على أعلى مستوى، روح الجزائريين، الشباب الجزائري هو بيستقبل الناس، المنظمين، وعملوا عيد ميلاد لواحد في الكاف، في لجنة الكاف. لا يعني بصراحة مبدعين، وأنا قلت البطولة هتنجح علشان بطولة من شهور البحر المتوسط برضو البعثات. بس إيه بقى، بعثة فرنسا وأسبانيا وإيطاليا، الناس كانوا بيودعوا الجزائر بالورود، فرحانين بالاستقبال والضيافة المعروفة عن الجزائريين. فأنا كنت متوقع البطولة هتنجح قبل ما تبدأ، بس اللي شفته مع الافتتاح روعة الروعة، مفاجأة غير طبيعية. الجميل بقى في الموضوع، عشان كده بعمل الفيديو، ولازم تدعمنا، لازم تدعمنا قبل ما اتكلم الكلام المهم ده. لازم بعد اذنك ادعم الفيديو وادعم القناة عشان القناة توصل. على فكرة يا جماعة، في ناس بتكتب لي بتعليقات واشكرهم، انت محب الجزائريين، ان الجزائريين بيحبوك. على فكرة قناتنا وصلت حوالي 5% للجزائريين بس، 5%. ساعدونا ان احنا نوصل لاخواتكم الجزائريين، نوصل للناس كلها. طيب اجمل حاجة في الموضوع ان بعثة كوت ديفوار لساحل العاج اللي هي بعد شهور من دلوقتي هتعمل كأس أمم أفريقيا الكان هتعملها في كوت ديفوار. الجميل ان رئيس الاتحاد ساحل العاج او كوت ديفوار، رئيس الاتحاد كرة القدم، جه في البعثة في الجزائر وشاف بعينه التنظيم والاستادات والملاعب وأرضية الملعب والمؤتمرات الصحفية والخير والوسع والجمال والألوان الجميلة، زائد الجو الرائع في الجزائر، كل حاجة حلوة بصراحة، والله ما شاء الله. فعمل ايه؟ تفاعل، اتصل بكوت ديفوار ساحل العاج في بلده، اتصل باللجنة المنظمة اللي هتنظم البطولة اللي هم ولاد بلده في كوت ديفوار، قال لهم تعالوا. جاب وفد رسمي، جه بقى من يومين دلوقتي، يعني الاول كوت ديفوار جت تلعب البطولة، لما شافوا قمة الجمال بعتوا رئيس الاتحاد ساحل العاج، بعت للناس وفد، فعلا وصلوا من يومين وفد من كوت ديفوار رسمي يشوفوا. هو رئيس الاتحاد قال انا عايزهم يجوا يشوفوا الملاعب، يشوفوا استقبال الاتوبيسات ازاي، المنتخبات قبل المباراة التنظيم ازاي، الاعلام مفروشة ازاي على ارض الملعب بشكلها مبهج وجميلة، اثناء المباراة ايه اللي بيحصل في التنظيم، بعد المباراة المؤتمرات الصحفية. هو قال كده، قال انا منبهر بالحاجات دي. فبعت، ما هي حاجة ما كانتش على فكرة يعني فيها يعني اتفاقية أو حاجة، لا ده هو لما شاف الإبهار ده قالك لا أنا عايز بلدي بعد شهور كأس أمم أفريقيا الكبيرة، لا ده أنا عايز لجنة تيجي تشوف بقى من عندنا. وفعلا جايين يتعلموا من جمال تنظيم الجزائر. الجميل في كل دوت إن كوت ديفوار اللي هي ساحل العاج كانت منظمة كأس الأمم الأفريقية، كأس الأمم الأفريقية اللي هم المحترفين، كانت منظمة سنة 1984 كانت منظمة في كوت ديفوار، فعندهم المفروض عندهم الخبرات. لكن رئيس الاتحاد الكورة بتاع كوت ديفوار لما جه في بطولة الجزائر لسه من أيام المحليين، لما شاف بعينه الإبهار، العين ما بتكذبش، لما انبهر بالملاعب والارضيات والاستادات والتنظيم والشباب اللي زي الفل، قال لك لا اجيبهم بقى يتعلموا، ياخدوا دروس من الجزائريين، عشان نفسه طبعا اكيد يعمل بطوله ناجحه بعد شهور في كوت ديفوار. فعلى طول قال لك نيجي نشوف بعينينا الناس دي نجحت ازاي، عشان نفسه يبقى في بلده البطوله تنجح. ده كفاية عليا بيحقق كلامي. انا عملت فيديو قبل البطولة قلت الجزائريين نجحوا في التنظيم قبل البطولة ما تبدأ، نجحوا في التنظيم قبل البطولة ما تبدأ، كان عندي حق الحمد لله. وكل ردود الافعال من كل البعثات، مش كوت ديفوار بس،
كل البعثات منبهرين بالجزائر، وان شاء الله في تقدم على طول. ما تنسيناش باللايك وتدعمنا، لو ما اشتركتش اشترك وفعل الجرس على الكل علشان يجيلك كل جديد. شكرا.